استنكر أسر وأبناء المعتقلين السياسيين اعتقال ذويهم لأكثر من 7 أشهر دون توجيه أي تهمة ضدهم ودون ما اعتبار لحقوق الإنسان على حد قولهم، وطالبوا خلال وقفة احتجاجية لهم أمام مقر النيابة العامة إطلاق سراحهم فورا أو تقديمهم لمحاكمات عادلة حال توفر أي بينة أو تهمة ضدهم، مشيرين إلى عدم قانونية اعتقالهم ومخالفة لكافة المواثيق والقوانين بما في ذلك الوثيقة الدستورية. ودعا المحتجون إلى إنفاذ شعارات الثورة خاصة فيما يتعلق بالحرية والعدالة التي قالوا إنها لا تتجزأ. نطالب إما بمحاكمة عادلة لهم حسب ما يعتقدون إنه في اتهامات لهم توجه بصورة واضحة وتتم محاكمتهم بصورة واضحة، إما أن يتم تبرئتهم أو اتهامهم بواسطة القانون أو يطلق سراحهم. الآن 7 شهور ولا أكثر في السجن بدون أي توجيه أي اتهامات أو أي مراعاة لحقوقهم كأفراد وكبشر. ودعا أسر وأبناء المعتقلين السياسيين المجلس السيادي ومجلس الوزراء إلى سرعة البت في أمر ذويهم والإفراج عنهم فورا، خاصة وأن بعضهم يعاني من أوضاع صحية معقدة، مشيرين إلى ضرورة التسرع في إحقاق العدالة وإنفاذ القانون. نحن جينا عشان نقول لهم إن الحرية لا تتجزأ والعدالة لا تتجزأ والسلام لا يتجزأ. ونسلم سرعي اللي هي دخلت الناس زي الكوبر الثلاثة حيات دي لا تتجزأ، وكل من خرج مطالبا بالحرية والسلام والعدالة ولم يخرج لحد الآن مطالبا بالحرية والسلام والعدالة، أنا أعتبر أنه زول ده منافق إما ازدواج معايير.